بمناسبة وانا بتكلم بقول عملتها براسها زي ولا وسام ولا رامي ولا المسلوسي. مسلوسي عمل تصريح عن علي معلول، انا يعني دايما بحب اللعب اللي اخلاقه عالية جدا. انا اشدت قبل كده بحسام عبد المجيد لما اتكلم عن شغله واتكلم بكل هدوء واحترام وتقدير عن امام عاشور مثلا، واتكلم حسام عبد المجيد عن المدرب الخاص اللي بيشتغل معاه والشركة الخاصة اللي بتتكلم، واشدت هنا. المسلوسي قال تصريح عن علي معلول وصفه انه افضل محترف في تاريخ مصر، مش قال مثلا افضل محترف في النادي الاهلي دلوقتي علي معلول، لا ده هو من وجهة نظره. طبعا هو ما شافش كل المحترفين اللي في تاريخ مصر، بس من تقديره اللي لعب بحجم علي معلول المسلوس اتكلم وقال ان علي معلول هو افضل محترف اجنبي في تاريخ الكرة المصرية. انا عايز اهني حمزة المسلوسي مش بس على روحه العالية مع نادي الزمالك، على تقديره الدائم لنادي الزمالك، على شغله وكفاءته مع نادي الزمالك سواء كان باك رايت او لما لعب سرد باك بقاله سنتين، عامل دور مهم جدا في غياب لعيب بحجم محمود حمد الونش. وكمان لما بيتكلم او بتيجي بيتكلم عن لعيب زميله في نادي اخر هو علي معلول، حتى لو بلدياته تونسي زيه، فمش قال لك مثلا علي معلول لعيب كبير وكويس وان شاء الله يرجع بالسلامه، لا ده قال ده وصفه انه افضل محترف في تاريخ الكره المصريه، واللي بيقول ايضا محترف في الكره المصريه اللي هو مسلوسي ده محترف في نادي الزمالك. فده الحقيقه اخلاق عاليه جدا، لازم ما نفوتش الحاجات دي، والحاجات دي لازم اتكلم فيها، ولازم اقول انه يعني ادي التقدير للمسلوسي في هذا الامر. عايز اروح للونش. الونش في المانيا، مفترض يرجع النهارده او راجع بكره مع الدكتور محمد اسامه. الدكتور محمد اسامه عمل تصريح في المركز الاعلامي في نادي الزمالك وطمن الناس على الونش، والدكتور اللي عمله العمليه شافه وقالوا انه بيسير بشكل جيد جدا، وعنده من 4 لـ6 أسابيع في المرحله الاخيره له في التاهيل بتاعه، ثم ينضم للتدريبات الجماعيه ويشارك بشكل عادي جدا، والامور عنده مستقره. انا بقول لكم محمود حمد الونش لما يرجع اعتقد يعني هيبقى يعني واقف على رجليه ويرجع لمستواه ان شاء الله في يناير القادم. محمود حمد الونش قوه دفاعيه لا يستهان بيها، يعني هتفرق جدا مع نادي الزمالك في خط الدفاع، وهتفرق جدا مع النادي مع منتخب مصر ان شاء الله في خط الدفاع. ويمكن الزمالك مرتكن على ان الونش هيرجع قبل شهر يناير ان شاء الله بألف سلامة، عشان كده حتى الآن ما شفناش الزمالك استعان بسردباك، جاب ولد غيني كده صغير بدأ يظهر في التدريبات ولعب مع الناشئين ومع منتخب الناشئين ومع الكلام ده، مع آسف مع الناشئين ولعب مع فرق الناشئين في الماتشات الودية والرسمية، وجابوا جوزيه جوميز وقعد معاه الغيني ده واتكلم معاه وداله بعض التعليمات وبعض الأمور الفنية كده اشتغل معاه فيها. لكن أنا بتصور إنه الزمالك مرتكن على إن محمود حمد الونش في المراحل الأخيرة من التأهيل بتاعه ويرجع لخط الدفاع. ومحمود حمد الونش انا بقول لكم لعيب يعني من اللعيبة الافزاز في خط الدفاع، زيه زي حجازي، زيه زي عبد المنعم، زيه زي رامي ربيعة، زيه زي ياسر ابراهيم، كل الناس اللي دخلت المنتخب في السنين الاخيرة دي وشاركت مع المنتخب في خط الدفاع، يعني محمود حمد الونش هيكون من اللعيبة اللي هتنافس بقوة على هذا المركز لما يستعيد ان شاء الله مستواه، بجانب ان هو لعيب من اللعيبة يعني القليلة دلوقتي اللي كلهم محبوبين جدا من الجمهورين الاهلاوية والزملكاوية، او الاهلاوية كمان قبل الزملكاوية، يعني تلاقي الزملكاوية بيحبوا جدا اللعيبة اللي هي متزنة جدا في النادي الاهلي، ونفس الكلام الاهلاوية يحبوا اللعيبة المتزنة جدا في نادي الزمالك. منهم مثلا زيزو. زيزو عمل بوست في يعني نوع من الدعم الكبير جدا ومنتظرهم على حر من الجمر للونش والفتوح، زي ما احنا شايفين عامل لهم كده على انستجرام ستوري وحاطط صوره لمحمود حمد الونش وحاطط صوره لاحمد فتوح، وطبعا بيتمنى لهم الرجوع والعوده للتالق من جديد، لان طبعا الكابتن لان زيزو طبعا من اللعيبه المحترمه اللي بتهتم جدا بنجوم الفريق. عايز اقول لكم النادي الاهلي طلع دلوقتي خبر اهو